سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما ألطفك، لا إله غيرك ولا رب سواك. تطاع ربنا فتشكر، وتعصى فتغفر، وتكشف الضر، وتجيب المضطر، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل. تباركت وتعاليت، لا إله غيرك ولا رب سواك، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يوم القيامة يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا، من نقصد وأنت المقصود، ومن نسأل وأنت الرب الموجود. اللهم إنا نتضرع إليك متوسلين بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم إنا نسألك بك ولا نسألك بأحد غيرك، يا من بسط الأرض ورفع السماء، يا من له العزة والكبرياء، نسألك بأسمائك الحسنى أن ترفع عنا هذا البلاء. اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء، يا قديما في الأزل، يا لطيفا لم يزل. اللهم الطف بنا لطفا يقينا عن معاصيك، وثبتنا حتى تقيمنا على ما يرضيك. إلهنا، إنك ترى مكاننا، وتسمع كلامنا، وتعلم حالنا، هذا ذلنا ظاهر بين يديك، وحالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا. اللهم إنك تعلم وترى ما الناس فيه يا ربي من هذا البلاء. اللهم إنك أنت أرحم الراحمين، قلت وقولك الحق المبين، الله لطيف بعباده. وقلت وقولك الحق المبين، ادعوني أستجب لكم. وقلت وقولك الحق المبين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نسألك يا الله بحق لا إله إلا الله أن ترفع عنا هذا البلاء، وأن تحفظ بلدنا الحبيب. اللهم أدخل بلدنا المغرب في كنف ستر أسمائك الحسنى. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس دونك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم أدم على بلدنا سترك الذي لا تخرقه الرماح ولا تهتكه الرياح، يا ذا الجلال والإكرام. واحفظ كل المسلمين يا ذا الجلال والإكرام في مشارق الأرض ومغاربها، وارفع اللهم البلاء عن البشرية جمعاء، إنك على ذلك قدير. إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون. يا الله يا الله، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف الصنع، يا من كلما دهم الأمر جلا ما دهم، يا غياث المستغيثين، ويا ماضي الحكم إذا ما حكم. نفس الأمر علينا سرعة، نفس الأمر علينا سرعة، إنما الأمر علينا عظما، واستجب منا دعانا كرما، يا كريما أنت رب الكرماء، يا كريما أنت رب الكرماء، يا كريما أنت رب الكرماء. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بنا غضبك أو أن ينزل علينا سخطك لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا بك. اللهم إن أمرك إذا شئت أردت شيئا أن تقول له كن فيكون. اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء. اللهم ارحم الأطفال الرضع والشيوخ الركع والبهائم الرتع. اللهم ارحم عباد المد إليك قلوبهم وأيديهم. اللهم إنك بنا راحم، اللهم إنك بنا راحم، اللهم إنك بنا راحم. ما رأينا منك إلا الجميل،
ما عودتنا إلا الكرم والفضل والجود. يا الله يا الله، عودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم يا ربي ارفع عنا هذا البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقال. اللهم يا الله يا الله، يا عدتنا ويا عمدتنا ويا رجاءنا ويا فرجنا، أنزل علينا فرجا قريبا يرفع الضراء ويرفع اللأواء ويرفع البأساء. إنك على ذلك قادر، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا. يا الله يا الله، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد. نسألك بعزتك، نسألك برحمتك، نسألك بلطفك، نسألك بعفوك، نتضرع إليك بك، فلا ملجأ لنا ولا منجا منك إلا إليك. أن ترفع عنا هذا البلاء، وأن تحفظ بلدنا يا ربي بحفظك، وأن تديم عليه سترك الذي لا تخرقه الرماح ولا تهتكه الرياح. اللهم أفرح قلوبنا بزوال قريب لهذه الغمة يا ذا العطاء والمنة. واحفظ اللهم إمامنا وولي أمرنا الملك محمد السادس، اللهم احفظه بحفظك وأيده بتأييدك، وكله وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. واحفظه يا ربي وكل من مد إليه بسبب ونسب. يا الله، حصن أحصن، حصنا بلدنا، حصنا بلدنا بلا إله إلا الله، تحصنا بالعزة والجبروت، تحصنا بذي الملك والملكوت. اللهم حصنا يا ربي بأسمائك الحسنى، واحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين. يا ربي ارفع عنا هذا الداء، يا ربي أفرح قلوبنا، يا ربي أفرح قلوبنا بأن ترفع عنا هذا الداء، وأن تعيد المصلين إلى مساجدهم، وأن تعيد الناس إلى أعمالهم، فإنك على ذلك قدير. لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، إذا أردت شيئا تقول له كن فيكون. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا قدوس، يا ودود يا ودود، يا مغيث يا مغيث، يا مغيث يا مغيث، يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المضطر، ويا قريب العفو يا مولاه، ويا مجيب كل من دعاه. يا ربي إنك قلت وقولك الحق المبين، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم إنا في غاية الاضطرار إليك، عبادك مدوا أيديهم وقلوبهم إليك وهم في غاية الاضطرار، فاكشف عنا السوء بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك. سبحانك ربنا ما أعظم. اهلا وسهلا بكم مشاهدي متابعي قناه شوف تيفي في حلقه جديده مباشر اخر على قناتكم شوف تيفي في برنامجكم اليومي والمباشر حياه المغاربه طبعا في زمن كورونا. بدايه شكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم، على الاتصال ديالكم، على الرسائل ديالكم التحفيزيه والتشجيعيه، فكنقدروا هذا الشيء. شكرا لكم بزاف مشاهدي ومتابعي قناه شوف تيفي الاوفياء. بدايه بغيت نشكر مخرج ديال الحلقه اسامه زين الدين على الكسره لهذه الحلقه هذه باش انها توصلكم صوتا وصوره بجوده تكون زوينه ان شاء الله. وطبعا كما كنبغي نشكر الزميل او المخرج الثاني صالح الدين السعيدي المخرج ديال الحلقه، فشكرا لكم بزاف وشكرا لكم انتم متابعي قناه شوف تيفي الاوفياء. بداية فقط بغيت نذكركم أن وزارة الصحة للأسف الشديد أسجلت يوم الاثنين 13 أبريل 2020 عدد ديال حالات جديدة، وصل 102 ديال حالات جديدة. العدد الإجمالي مشاهدي قناة شوف تيفي وصلنا 1763 حالة، أما الحالات المستبعدة فوصل 7365. الحمد لله وصلنا للشفاء ديال 203 ديال الحالات ديال الشفاء. أما الحالات ديال الوفيات للأسف الشديد فهذا الشيء كيضر في القلب صراحة، وصلنا ل 126 حالة ديال
الوفيات، فاللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء، اللهم ارفعه على بلادنا وعلى المسلمين يا رب العالمين وعلى العالم كامل، ترجع حياتنا طبيعية كيفما كانت. فنتمنى أنه يكون خير إن شاء الله من القدام، وغادي نبقاو دائما متفائلين بالتضامن ديالنا، بالتكافل ديالنا، بالسماع ديالنا، التعليمات اللي كتجينا، باش نلزموا البيوت ديال البيوت ديالنا ونحافظوا على السلامة والصحة ديال المواطنات والمواطنين. مشاهدي قناة شوف تي في، فكيف ما هو معروف بغيت نذكر فقط أن هو كاينة إلزامية ديال لبسوا الكمامات ديالكم باش تفادوا أنكم تعدوا بهذا الفيروس الخطير اللي هو فيروس كورونا. مشاهدي قناة شو تي في، فقط أريد أن أشير أنه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أشار في الجلسة ديال اليوم ديال الأسئلة الشفهية، أشار أنه لمح أنه إلى إمكانيات استمرار إمكانية تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب 4 أسابيع أخرى. يعني من كيف ما كان معروف قالوا أن حالة الطوارئ الصحية غادي تسالي في 20 أبريل، ولكن لمح أنه إلى إمكانية تمديد هاد الحالة ديال الطوارئ الصحية إلى ما بعد 20 أبريل، يعني تقدر توصل 3 ولا 4 ديال الأسابيع. وهذا الشيء كيشير أنه ربما أنه في رمضان غادي ندوزوه كاملين في الحجر الصحي المنزلي. فطبعا مشاهدي قناة شوف تي في كما قلت، فدائما احنا في السؤال ديالنا على شكون اللي عنده رميد ومازال ما جاش الدعم، احنا اليوم هنا باش نستقبلوا الاتصالات ديالكم الهاتفية. السلام عليكم. مرحبا بك اخويا، انت مباشر على قناة شوف تي في. اكيد داير اخويا، لاباس عليك؟ لا الحمد الله لله. يحفظك اخويا، مرحبا بك، وانت مباشر على قناة شوف تي في في برنامجكم حياة المغاربة في زمن كورونا. طبعا السؤال تكون تبعتيها اخويا دي سيمانه وحنا كنطرحوه ديال الرميد، ياك؟ الو، القطع الخط مع السيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك اخويا، انت مباشر على قناة شوف تي في. ايه بخير الله اخويا، يبارك فيك. الحمد لله، انت اخويا لاباس، كلشي مزيان؟ لاباس الحمد لله. الله يبارك فيك اخويا، الله يحفظك. بربيك اخويا، الله يحفظك. الله يحفظك. هاد النمره قتاف شوف تي في. اي اخويا، انت مباشر على قناه شوف تي في في البرنامج ديالكم اليومي والمباشر حياه المغاربه في زمن كورونا. حنا اليوم كنطرحوا سؤال ديال شكون اللي عنده رميد ومازال ما جاش الجواب باش انه يمشي ياخذ الدعم ديالو. انا اخويا مازال ما خديتش الدعم. شنو اخويا قلت؟ قول لي انت، صيفطتي الرقم 1212 البطاقه الرميد ديالك ما جاوبوك؟ جاوبوني نهار الاول، قالت انا راه تم الطلب، تما ما كتر والو. حيت اخويا جاوني بزاف ديال الاتصالات اخويا، تيقول لك بانه بزاف ديال الناس اللي كانوا ربما تعطلوا لهم سيمانه جوج سيمانات كاع، فبزاف منهم وصلوهم الكود اخويا. غير انت تصبر غير شويه ديال الوقت وغادي يوصلك اخويا الدعم ديالك ان شاء الله. ان شاء الله، يعني مازال فوق اخر اجل ديال داكشي. نورمالمون اخر اجل اخويا 14 ابريل. غدا. يعني اللي خدا اللي ما خداش صافي ما غادي ياخذ، مازال كون اكيد انه غادي ياخذ. حتى الا ما خديتيش بهذه الطريقه هذه، ربما انك يمكن لك انك تمشي للسيت ديال تضامن كوفيد بوين، عمر المعلومات ديالك تما ودخل المعلومات ديالك الشخصيه وداك الشيء كامل، وغادي يكون خير ان شاء الله. عندك حتى التليفون متبع؟ عندي التليفون اخويا. كاين واحد السيت كتدخل ليها اخويا سميتو تضامن كوفيد بوين ام ار، ياك؟ شفتو هو. هذا كتدخل ليها اخويا، غادي تعمل المعلومات ديالك في حاله انه ما جاوبوكش. صافي، يعني نصرف حتى الاربع حتى 14 ان شاء الله اخويا. يكون شوف، يكون اكيد انه غادي يكون غير الخير ان شاء الله، كون متفائل وشويه الصبر وصافي. رحم الوالدين. الله يحفظك اخويا، مرحبا بك، الله يحفظك، شكرا بزاف على الاتصال ديالك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بك اخويا. اخويا ما استفدت في الدعم ديال الرميد. انت مباشر على قناة شوف تي في اخويا، حنا كنطرحوا السؤال ديال شكون اللي عنده رميد ياك ومازال ما جاش الجواب باش انه ياخذ الدعم ديالو. انت ربما انك صيفطتي 1212 ولكن باقي ما جاكش الجواب، ياك؟ اي اخويا. انت فاش صيفطتي 1212 في الاول البطاقه ديالك وكل شيء، شنو قالوا لك في ميساج؟
ردوا الميساج يعني تم تسجيل طلبكم ياك؟ أيه باقي ما جابوه. شحال ديال الوقت اخويا باش صيفطتيه نتايا؟ ورا البقيه ديال الاثنين ديالهم. انت اخويا حيت العمليه كتكون تدريجيه ياك؟ بزاف ديال الناس هما كانوا وقعوا في نفس المشكل، ولكن بزاف ديال منهم ايضا وصلهم الكود واخا تعطل عليه. كاين شوف كاين اللي وصلوا في 3 ايام، كاين اللي وصلوا في 4 ايام، كاين اللي وصلوا في 5 ايام، كاين اللي وصلوا في سيمانه، فهمتيني؟ غير انت اخويا شويه ديال الصبر وغيكون خير ان شاء الله. طبعا الا كانوا جاوبك في ميساج دونك راه خويا راه انت غتاخذ الدعم ديالك وانت بعينك مغمضين. الله يبارك عليك. بارك الله فيك اخويا، شكرا بزاف على التواصل ديالك. الله يخطيك، الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بك اخويا، انت مباشر على قناه شوف تي في. اختي راه صيفط معك خوك. معك خوك عبدو اخويا. اسمح لي يا سيدي الله يجازيك بخير. انا ضايع. الله يحفظك. انا صيفط داك الكود ديال راميج ما ردوا عليا بوالو. شحال اخويا باش صيفطتي؟ صيفطت نهار اثنين، نهار الاول. نهار باقي ما جاوبوكش ولا صيفط لك واحد الميساج قال لك تقبل الطلب ديالك؟ قطع الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. على اخويا لاباس؟ الله يبارك فيك اخويا، الحمد لله. انت لاباس عليك؟ كي داير نتوما؟ مزيان الله يحفظك. انت مباشر على قناه شوف تي في اخويا. عرفت اخويا هاد الناس اخويا ديال راميد بالنسبه مازال ما جاوبوكش الباديه حتى شي واحد ما سردو لي. واخا اخويا قول لي انت قلتي الناس ديال الباديه ياك؟ الحمد لله حنا كاملين مغاربه. لا 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 قول لي عرفنا راك مغاربه. اش من بلاصه نتايا؟ اش من بلاصه؟ تاونات. مرحبا بالناس تاونات. كي دايره تاونات بعدا؟ مزيان. كاين شي شتا؟ كاين شي لا بس اللهم لك الخير موجود، اللهم لك الحمد على خيرات الله سبحانه وتعالى. داكشي اللي بغينا اخويا الحمد لله، خصوصا ان المغرب هاد الايامات كاملين فصبت فيهم الشتا ولله الحمد امطار ديال الخير، وهذا الشيء كيبعت على التفاؤل اخويا. ولك اخويا كنصوني ولا 12 ما كيجاوبوش. انت عندك راميد مزوج؟ عندك وليدات؟ عندك؟ عندي راميد. واه انت صيفطتي اخويا 12 شنو قالوا لك في ميساج؟ قالوا لك سنتم اشعارك برساله في وقت لاحق. قالك الطلب ديالك تسجل تقبل. فوالا تسجلت دونك اخويا، غادي تسنى غير واحد المده ربما تكون سيمانه. فبزاف ديال الناس حتى هما تسناو سيمانه، خمس ايام، ست ايام، على حسب وصلهم الكود ديالهم. وبزاف الناس تواصلوا معايا وقال لك راه وصلنا الكود وخدينا الدعم. وكاين مشكل اخر يا اخي، كاين مشكل ديال الناس اللي كيستافدوا عبر بوابات الانترنت كيسردوا. تضامن. فاش كيسردوا قول لي يضبطوا الكلمات ديال لاكارد ناسيونال كامله، فاش كيسردوا ليهم كيوليو يرجعوا لهم كيقولوا عندكم خطا في البطاقه، في البطاقه الوطنيه ثم الرف. وحيت اخويا غيكون اما البطاقه تسالات ولا يكون عندهم ما كيدخلوش المعلومات ديالهم صحاح. دابا الا كانت البطاقه سالات كتمشي اخويا كتديكلاري، كتشوف كتمشي كتديكلاري في الولايه، غادي ديكلاري غايقول لك ده غتاخذ الروسي ديالك وغادي تدخل ديك المعلومات اللي عندك في الروسي، راه اخويا غادي تقبل لك الطلب ديالك. دابا حاليا راه ما خدمت حتى واحد، واخا تشد ديكلاري ما خدمت حتى شي واحد. شوف عندك مقدم ديال الحومه ديالكم كاين؟ كاين. تواصلتي معاه ولا ما تواصلتيش معاه؟ لا ما تواصلوش معاه. واخويا هضر معاه وقول لي خويا واش كتهضر انت على راسك ولا كتهضر على ناس اخرين؟ انت اللي وفات لك بطاقه وطنيه؟ لا وطني. واحد الدري خويا هذا اللي كان دويك مع خويا. وقول لي اش شنو تقول المقدم؟ خويا قول لي راه وصلت لي لاكارت ناسيونال، بغيت نستافد من الدعم اللي قدمته الدوله، وفاش كندخل المعلومات ديال خويا راه ما كيدخلوش ليك، تيقول لك الطلب مرفوض حيت البطاقه ديالو سالات. غادي يمشي غايقول لي سير اخويا للولايه قدم الطلب ديالك، غادي تسنى يعطيك واحد الرقم هذاك هو اللي غادي تدخلو اخويا. واش نقدم شنو غادي يقول؟ شكرا شكرا بارك الله فيك. مرحبا بك اخويا، الله يحفظك. الله يحفظك، شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بك اخويا. كيف حالك سيدي؟ لاباس عليك؟ الله يبارك فيك، الحمد لله. بغيت نسولك على حنا فاش نلقى الرقم 12 12. اييه.
نستافد ما فيا اش نستافد ولا غاد تستافد اخويا شويه ديال الصبر. ها قلت لك غاد تستافد اخويا غير شويه ديال الصبر. شكرا الله يرحم الوالدين. قول لي بعدا. ها مرحبا بك، قول لي ملي كتعيط لينا؟ عيطت لتاونات. تاونات؟ اه كي دايرين الناس ديال تاونات اخويا؟ ها كي دايرين الناس ديال تاونات؟ مزيان. كاينه شي شتا ولا والو؟ عينك تبارك الله. الحمد لله هادشي اللي بغينا، بغينا شي دعوة ديال الخير. الله يرحم الوالد الله يجبتيه. يا ربي امين، شكرا بزاف. لا حول الله يبارك. السلام عليكم. سلام. مرحبا بك اخويا، انت مباشرة على قناة شوف تي في. الو. بخير اخويا. الله يحفظك. خويا وين هاد الوالد عندي عنده الراميد باقي ما توصل بوالو. نعم اخويا. الوالد عندي كاين في البادية باقي ما توصل بوالو في هادشي ديال الراميد. اش من بلاصة نتايا قول لي. من مسكين. من واحد ديال 16. من واحد 16. واخا تنقص اخويا من التليفون اللي حداك الله يرحم ليك الوالدين. صافي هو نقصتو. انت قلتي من النواحي ديال بني مسكين من بني مسكين نواحي 16. صيفطتي الراميد ما جاوبوكش ولا جاوبوك بواحد الميساج. دابا المشكله الوالد عندي ما صيفطش كاع، هو ما عارفش للتليفون فهمتي، ما قاري شويه. انت قاري شويه اخويا ياك، ولكن انا دابا كاين في كازا بعيد منه فهمتي. ما كاينش شي واحد تما اللي يعاونو، شي واحد اللي يساعدو اللي يدخل ليه. ما كاينين معايا الدراري الصغار ما عارفينش، قاري شويه ولكن ما عارفينش فهمتي. ما كاين هو الوليده والدراري الصغار، ما لقى حتى شي واحد كاع اللي غادي يعاونو يقول لي عافاك راه بغيت نستافد من الدعم شنو غادي يدير، وما غادي يقول لي شنو يدير. ما زعما ما كاين حتى شي واحد اللي غادي يعاونو يقول لي عافاك راه بغيت ناخذ الدعم شنو غادي ندير، ما كاين حتى شي واحد تما. وانا ما كاينش، هو ما عرفش تما، هو عيط ليا قال لي شوف ليا تما لا كاين شي حاجه قال لي راه. ما هو 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 قاري شويه يقدر يصيفط لك الارقام ديال البطاقه ديالو ديال الراه. لا ما كاينش كاع راه ما كاينش كاع. والو انا عارف بعداك واش شي واحد يوقف معايا ياخذ الموال. شي واحد معاه تما في فين البلاصه اللي كاين هو شي جارو تعيط ليه تقول لي عافاك تعاون معاه. نقول لي صيفط لهم ميساج. فين كاين الوالد ديالك انت؟ فين كاين الوالد ديالك؟ كاين في العربية. اش من بلاصة في العربية؟ اش من العربية؟ بني مسكين. بني مسكين، انت فين كاين؟ انا دابا كاين في الدار البيضاء. كازا. انت هاد الوالد ديالك اللي كاين في بني مسكين ما كتعرفش انت شي جار ديالو قاري تعيط ليه تقول شي بقى تما تقول ليه الله يرحم لك والدين تعامل مع الوالد ديالي صيفط ليه؟ ما كتعرفش؟ واش نقول لك اخويا ما نكذبش عليك، خصنا نشوف شي واحد ما عرفتش ما زعمت على واحد نقول لي فهمت. شوف غتقول للوالد ديالك انت كتواصل مع الوالد ديالك كتهضر معاه. كاين انت غتعيط ليه غتقول ليه سير عند مول الحانوت ياك. سير عند مول الحانوت غتعطيه البطاقه الراميد ديالك غادي قول لي انت يصيفط لك الارقام ديالو وانت صيفطهم ليها اخويا في 12 12 12. حيت هذه الطريقه الوحيده الوالد ديالك ما قاريش، انت غتعيط مول الحانوت تقول لي عافاك تعاون مع الوالد ديالي غادي يعطيك واحد لاكارت غتصيفط هذوك الارقام اللي كاينين ديال تما هو غيصيفطهم لك وانت غتصيفطهم ل 12 12 اخويا. الله يرحم لك الوالدين خويا. الله يرحمك اخويا هذه الطريقه الوحيده، انت قلتي ان الاب ديالك ما قاريش دونك. وي راه انا بغيت نمشي دابا ما خاطر هنا. لا خويا ممنوع انك تمشي تسافر. يوم بنادم ما كيخرج ما والو هادشي علاش. دابا شكون ما درتي زعما هادي تقريبا ثلاثة ديال الأسابيع ما شتي حتى شي طريقة ما درتي معاه والو. والو والله ما درت معاه شي حاجة، قلت راه غنصور لك هنايا ما كنشوف التليفون دابا بنتي ليا أنا لايف كنصور أخ الله. أخويا هادي الطريقة الوحيدة تواصل مع شي واحد جارو شي حاجة. هذه الطريقة الوحيدة اخويا، غتعيط للوالد ديالك تقول لي عافاك الوالد ساعد شي مول الحانوت شي واحد قاري قول لي صيفط لك هاد ولكن التليفون ديال الوالد ديالك عندك يمشي يصيفط لشي واحد التليفون ديال صيفط هاد الارقام ل 12 12 ولا يصيفطهم لك انت وصيفطهم ليه حيت انت ولده. نقول لي صيفط لي كلشي الكود ديال الراميد وكلشي ونصيفطه معنا. صافي داكشي اللي غادي دير اخويا باش تفادى اي مشكل، لان هذاك الوالد ديالك يقدر اي واحد يبغي يستغل
ولكن حتى هو مشى ياخذ راه ما غاديش ياخذ، حيت الوالد ديالك هو اللي خصو يمشي اصلا ياخذ الدعم. هنا مشى شي واحد اصلا بلاصتو راه ما غاديش يعطيوه. واي راك بغيت عارف اخويا الناس الاولين راه ما قارين شويه فهمت. الله يحسن العوان اخويا، رامي درا كاين كلشي كاين ولكن باش غي يوقف معاه ما كاينش. الله يحسن العوان اخويا. المهم هذه هي الطريقه الوحيده اخويا الا بغيتي الوالد ديالك انه يستافد من الدعم، وان شاء الله غادي يكون غير الخير ان شاء الله اخويا. هذاك الشيء اللي كاين اخويا، بنادم الله ينعم بنادم الله. الله هي اللي كاين شركه حيد علينا خويا هاد الوباء. يا ربي امين. شكرا بزاف اخويا على التواصل ديالك، كنتمنى انا يا خويا الله يحفظك خويا. شكرا شكرا بزاف. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك اخويا، انت مباشره على بارك الله فيك اخويا. الله يجازيك بخير خويا. غير سيخت واحد الميساج فيه واحد الرقم ديال الرميز ديالي اييه، وما رجع لي لا جواب لا والو. الله يجازيك بخير اخويا ومحتاج. انت اخويا صيفطتي المعلومات ديالك مضبوطه؟ نعم. انت صيفطتي المعلومات ديالك كاملين وما هذوك البطاقه الرميد ديالك الارقام اللي فيها صيفط؟ انا صيفط صيفط غير الرقم ديال الرميد ديالي في النيميرو ديالي في التليفون هو هذاني. وشنو قالوا لك؟ ما صيفطوش لك كاع؟ ما قالوش لك راه تسجل الطلب ديالك ولا القبول؟ والو اخويا ما ردوش عليا كاع، لا بهكا لا بهكا. عندك شي ولدك قاري شويه؟ ولدي كاين ويني ما حاضرش دابا، راه خارج كيقرا. المهم كيكون معاك في الدار كاين. انت غتقول لي يدخل واحد السيت على الانترنيت سميتو تضامن كوفيد بوينما ياك؟ كيفاش اخويا؟ غادي يدخل واحد السيت في الانترنيت سميتو تضامن كوفيد، راه هو غادي يعرف. يقول لي ولدي عافاك بغيتك تدخل لي واحد المعلومات ديالي لذاك السيت داك الموقع اللي كيستافدوا منه الناس للدعم، حيت انا صيفطت للرميد ولكن ما جاوبوني حتى شي حاجه. فهمتيني؟ غتقول لي دخل لي داك الموقع اللي كاين في الانترنت، غادي تدخل لي المعلومات ديالي وكل شيء، وهما غادي يجاوبوك تما يا خويا. حيت حنايا برا يا خويا في العروبيه ما عندوش لا الانترنت لا والو. اش من بلاصه اخويا؟ اش من بلاصه انت عيط لينا؟ انا في تيكو مامين اخويا، انا واحد خنيفرة. واه كان عندكم تما الانترنيت اخويا؟ خنيفرة كاينين. اش من بلاصه؟ فاش دير برا في العروبيه؟ راه معنا المخرج سي اسامه زين الدين، تاهو من خنيفرة. تيقول لك اش من بلاصه في خنيفرة؟ انا في تيكو مامين بالضبط. تيكو مامين ما كايناش كونيكس من تما؟ والله ما كاين اخويا بالله. الله يجازيك بالخير، يا لقيتي ما تساعد تساعد، الله ينورك وينور طريقك اخويا. اخ شنو نقول لك الشريف، الله يدير لي فيها الخير. تبغي تقول لي الرقم ديالك اسامه؟ واخا تحيد الصوت باش يعطينا الرقم ديالو. نعم. واخا بقى معايا، عطيني الرقم ديالك، عطيني الرقم ديالك. اييه. صافي رجع خويا. صافي الله يجازيك بالخير اخويا. خديت الرقم ديالك دابا. مرحبا 0655. المهم ان شاء الله ملي غادي تكون شي حاجه اخويا انا غادي نتواصل معك وغادي يكون خير ان شاء الله. الله يجازيك بالخير اخويا، الله يخليك معز عليك. يا امين اخويا. شكرا شكرا. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، كما كتشوفوا معنا فكاينين بزاف ديال الناس هما كيعانيو، الناس اللي ساكنين في القرى والبوادي، الناس اللي الله يحسن العوان تاهما تيكونوا ما قارينش ولا ولادهم ما تيكونوش حداهم، تيبغيو على الأقل أنهم غير اللي أطرهم. بحال دابا السيد معيط ليا قال لك أنه هما عنده الوالد ديالو بغى يستافد من الرميد ولكن ما يلقاش كيفاش، ما عرفش كيفاش أنه يستافد من الدعم. وكاين واحد اخر عيط لي قال لي بلي ما عندوش كونيكسيون انه يدخل المعلومات ديالو للانترنيت ديال تضامن كوفيد بوان ام ا. فالله يدير ليه فيها الخير. احنا ان شاء الله هادشي كامل غادي يتقادو. احنا هذا هو الهدف ديالنا، هو اننا نوصلوا الصوت ديالكم للناس المعنيين بالامر باش يشوفوا هاد المشكل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بك اخويا، انت مباشر على قناة شوف تيفي. واخا سيدي الوالد ديالي عنده الرميد. اها.
وصيفط الرقم ديال راميد ومازال ما استلمش. صيفطوا ليه واحد الميساج قال ليه تسجل الطلب ديالكم ياك؟ ايه. امتى؟ شحال داز عليه ديال الوقت؟ سيمانه؟ جوج؟ من اللي بدا التصيفط ديال راميد صيفط اول بالاثنين. غادي يكون خير ان شاء الله اخويا، كون اكيد ان بزاف ديال الناس هما كانوا كيعانوا من نفس المشكل ياك، ولكن نعم. وصلهم الكود ديالهم ومشاو خداو الدعم ديالهم، غير شويه ديال الصبر ان شاء الله كلشي غادي يتقاد، كلشي غادي يستافد ان شاء الله. الله يجازيك بخير. لا راه فهاد النمره نيت باش صيفطنا فهاد النمره اش هادي باش كتعيط ليا؟ ايه فهاد النمره اللي عيطت بها هادي الوالد ديالي. ايه مرحبا يا خويا، يكون خير ان شاء الله، كون اكيد ان الدعم فاش غادي تكون شي حاجه وما غادي يصيفطوا لك واحد الكود فهاد النمره هادي، هذاك نعم الكود هو اللي غادي تمشي للبوسطه ولا البنكة غادي نعم. غادي طابي وغادي تاخذ الدعم ديالك. نعم تاخذ الدعم. نعم خويا ودابا دابا وقع الخميس ياك؟ الخميس ما بقاش. نعم اخويا الخميس ما بقاش يصيفطوا هادشي ديال. شوف حتى انا ما استفدتش من هاد القضيه ديال راميد، راه كاين واحد السيت كتدخل ليه تضامن كوفيد بوان ام او، غادي تدخل ليه من تما غادي تعمر المعلومات الشخصيه وكلشي، وما غايصيفط لك واحد الكود في نمره التليفون هو داك اللي غادي تدخل، وغادي تسنى خويا يرسلوا لك الجواب ديالهم. واه واه ولكن دابا عارفوا السيت ديال تضامن كوفيد. عارف ولكن حنا ما غاديش نديروا داك الشيء، قلنا عدنا الرامي صيفطنا الرقم ديالو في حاله ما اذا خويا انا قلت لك ما تعرفش حيت كاين الضغط بزاف، ربما انه ما كاين الضغط وما يصيفطوش ليه الكود، انت جرب الطريقه الاخرى ديال السيت. ولكن ماشي احنا قول لي راه الدوار كامل ما استفدش. كاملين ما استفدوش. ايه والله لو احنا عارف اللي حال حاله عيانه كنا كنمشيو السوق ما بقيناش نمشيو السوق، انا دابا قافل. صافي خويا غادي يكون خير ان شاء الله. اش من بلاصه انت يا اش من بلاصه كتعيط لينا؟ منا واحد بالقصيري ديال حد كورت، واحد ديال حد كورت. حد كورت؟ ايه ولاد حماد بقليله. صافي اخويا يكون خير ان شاء الله، كون اكيد ان اي واحد صيفط المعلومات ديالو ل 12 غادي يستافد من الدعم، كون اكيد اخويا. الله يرحم الله يرحم. شويه ديال التفاؤل اخويا ياك، شويه التفاؤل وشويه الصبر وكل شيء غادي يكون ان شاء الله. جزاك الله خير. يا ربي امين اخويا، شي دعوه ديال الخير. الله يرحم الوالدين. الله يرحم. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا. الله يسعدك اخويا الله يحفظك. الله يرحم. مرحبا اختي تفضلي. دفعت هادشي دار راميد وغير جاني الدعم الله يحفظك. نعم اختي. دفعت راميد وجاني لا دعم لا والو، عرفت شنو؟ صيفطتي 12 ياك؟ صيفطتي 12. جاك واحد الميساج. جاني لقد تم تسجيل طلبكم بنجاح. صافي اختي تسجيل طلبكم بنجاح، راه قبلوها وغادي يوصلك الكود ديالك وغادي تمشي تاخذي الدعم ديالك اختي. شكرا الله يحفظك. مرحبا بك اختي. الله يودي. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس عليك اخويا كلشي مزيان؟ كبير اخويا مزيان بخير. الله يبارك فيك الحمد لله. نشكرك بزاف على هذا اللايف هذا. الله يبارك فيك اخويا، هذا شرف لي يا حبيبي. بارك الله فيك يا اخويا. الله يحفظك. خويا انا من النواحي ديال الحاجب في الزوادي كما كتكون كما درت قبيله، انا مازال ما استفدتش من ذاك الدعم، صيفط لهم الرقم ديال الرامي ديالي في 12 مازال ما ردوش عليا. ما صيفطوا لك حتى شي ميساج اخر قالوا لك قد تم تسجيل طلبكم بنجاح؟ لا صيفطوا لي ذاك الميساج ولكن باش يصيفطوا لي شي كود باش نسجل لاقرب وكاله باش شي فلوس ولا شي حاجه ما صيفطوا ليهاش. انت اخويا حيت كيف ما كنقولها ديما كيكون بزاف ديال الناس كيصيفطوا ياك؟ نعطيك مثال كما كنعطي ديما، نعطيك مثال براسي، بحال دابا انا كيجيوني تخيل معايا كتجيني اكثر من 400 ابيل في هذه الحلقه هذه، اكثر من 400 ابيل تخيل معايا. ما يمكنش لي تقريبا راه تيفوقاش وانا كنصوني في الدراري شد لي الخط. ما يمكنش لي والله الله يحفظك، ما يمكنش لي نجاوب على كل شيء، داك الشيء غادي بتدريجي فهمتي؟ اللي ما جاوبتوش اليوم كنجاوبو غدا، اللي ما جاوبتوش غدا راه كنجاوبو بعد غدا فهمتيني؟ دونك نفس الشيء اللي كنت يا خويا فاش صيفطوا لك انت واحد الميساج قال لي قد تم تسجيل طلبكم بنجاح، دونك اخويا كن اكيد انه تسجل الطلب ديالك وغادي يوصلك الكود ديالك باش تمشي تاخذ الدعم. ان شاء الله اخويا شكرا بزاف. مرحبا بك اخويا. الله يجازيك بخير اخويا شكرا بزاف اخويا. الله يعاونكم الله يجازيك بخير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بك لالا، انت مباشره على قناه شوف تيفي. الله يخليك. ويا خويا بغيت نسولك اخويا هادشي ديال الراميز صيفط مع اخويا
وما استفدنا حتى شي حاجه. صيفطوا لكم واحد الميساج كيقول لكم بالله تسجل الطلب ديالكم ياك. واه اخويا ما صيفطوا لي حتى شي حاجه. ما صيفطوا لي من كتعيطي لينا اختي؟ امسح لي اخويا اللي نعيط الله يحملك الوالدين. منين كتعيطي لينا؟ اش من المدينه؟ انا بني ملال اخويا. مرحبا بالناس بني ملال. عندكم شي شتا اختي؟ نعم اخويا. كاينه شي شتا ولا والو؟ ما كايناش شتا، كانت البارح اليوم ما كايناش. هادي اختي واحد المهم هادي كون غير متفائله شويه ياك، كوني متفائله وان شاء الله غادي يكون الخير. ملي صيفطوا لك ميساج قالوا لك بانه تم تسجيل الطلب ديالكم بنجاح، دونك اختي راه غادي تستافدي من الدعم ديالك، غير شويه ديال الصبر كيف ما كنقول ديما. وتخيلي ان بزاف ديال الناس كانوا عيطوا ليا وقالوا ليا بلي ما وصلهمش، ما وصل صيفطوا ولكن ما جاوبوهمش، ولكن من بعد كيجيوني ميساجات بغيت يقول لك راه استافدنا راه خدينا الدعم. راه غير شويه ديال الصبر القضيه، خصها شويه ديال الصبر وصافي. بحال دابا بحال دابا حنا في الحجر الصحي ياك، هاد الحالة الطوارئ ممنوع اي واحد يخرج. غتجي واحد الحالة غادي يمشي هاد الوباء هذا وغنخرجوا كاملين عاوتاني حياة طبيعية. نفس الشيء غادي تصبري غير شوية، بما سالت وصلت النوبة ديالك غادي يصيفطوا لك الكود وغتمشي تاخذي الدعم ديالك. واخا خويا شكرا اخويا. مرحبا بك. مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. خويا بخير. يا خويا بخير. الله يحفظك اخويا. الحمد لله. الله يعطيك الخير. شفت في اللايف؟ اي انت مباشرة على قناة شوف تي في اخويا في البرنامج ديالكم حياة المغاربة في زمن كورونا. وكنطرحوا السؤال ديال شكون اللي عنده رميد ومازال ما جاش الجواب باش انه ياخذ الدعم ديالو. واخا شكرا اخويا ونهار كبير هذا شرفتونا باللايف اخويا. مرحبا بك. غير بغيت نعطي اليوم اخويا. نعم اخويا. بغيت نعطي واحد المعلومة للدري اللي راه داير اللي راه داير هذا اللايف. أيوة. التسجيل راه ما بقاش بالنسبة للراميد. هادي باقيين غير الضو. والله ما سمعتك اخويا. نقص اخويا نقص من التليفون اللي حداك. واه دابا كتسمع؟ صافي مزيان. واه فهمتني. التسجيل اللي عندهم بالنسبة للراميد كنت سمعت لواحد الدري راه باغي يسجل باه. التسجيل راه ما بقاش المرحلة نتاع التسجيل، أنا باقي غير التسجيل. المرحلة حتى 14، داكشي غدا المرحلة حتى 14، قلت لهم الناس اللي ما استافدوش من الرميد خصهم يدخلوا للسيت ديال تضامن كوفي بويما. هذاك اللي ما عندهمش الرميد، بصح هذاك با عنده. ولكن نعم أخويا؟ هذاك با عنده الرميد، يعني التسجيل تاع اللي عندهم الرميد راه سالة. حتى 14 حتى الغدا. مو سالة لا؟ نورمالمون قال لك حتى 14 أبريل. قالوا 16 ولا 16 يعني اللي باش يردوا عليهم. بالنسبه باش تسجل راه سهل التسجيل تاع اللي عندهم الرميد، كنهضر لك على اللي عنده الرميد، اللي ما عندوش راه باقي مستمر التسجيل. زعما انت قلتي باللي الناس اللي باقيين كيصيفطوا لحد الان ما منحقهمش انهم يصيفطوا ياك، هذا الشيء اللي قلتي. ما مقبول اللي عندهم الرميد راه ما مقبول لهمش التسجيل. راهم باقيين غير ردوا عليهم اصحاب الكودات. دونك الناس اللي صيفطوا قدامين وباقي ما جابوهمش هما اللي غادي يستافدوا دابا، هما اللي هذوك هما اللي غادي يردوا عليهم اللي عندهم الرامي. صافي الله يرحم الوالدين. مزيان هذه المعلومه هذه اخويا، شكرا بزاف. غير باش ديرها في بالك ما تدوش الناس الغلط وصافي. الله يحفظك شكرا. شكرا اخويا يلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نقصي اختي من التليفون الله يرحم لك الوالدين. واخا. مرحبا بك، انت مباشرة على القناة شوف تيفي. شكرا. الله يحفظك، مرحبا. شكرا بارك الله فيك. بغيت نسول عافاك. اييه. واش دابا نسولك انت ولا السيد اللي داير لايف ولا؟ راه كتسوليني دابا، راكي مباشرة على قناة شوف تيفي. واخا شكرا. بغيت نسولك عافاك، راه بالنسبة أنايا تنهضر بالنسبة للدوار ديالنا كامل، راه صيفط الرقم ديال الرميد. الو وما جاوبوهمش لحد الساعه. حيت ان شاء الله غادي يجاوبوهم حيت كاين الضغط اختي فهمتي. ترسلوا ليهم ودابا فاش نسمع لك سمعت كاع الناس ديال الباديه ما جاوبوهمش. نفس الحاجه حيت الحمد لله اليوم الناس ديال البوادي كما هما كيتبعونا مرحبا بهم. ف اي واحد صيفط وكوني اكيده الا كانوا معلومات ديالو غير كما المعلومه اللي قال لي السيد اللي قبل، قال لي راه المرحله ديال النوبل اللي بقى يصيفط لدابا راه ما بقاتش. الناس اللي صيفطوا قدامين هذه جوج سيمانات، فكونوا اكيدين انهم غادي يوصلكم الكود ديالكم وغادي تستافدوا من الدعم.
حيت حنا صيفطنا من اول نهار خرجت هذه القضيه صيفطنا لهم. ملي كتصيفطي اختي مره واحده صافي ملي كيوصلكم واحد الميساج انه تم تسجيل الطلب ديالكم فكونوا اكيدين انه الدعم ديالكم الكود غادي يوصلكم باش تستافدوا منه. وي الا ما صيفطتش لنا هذا الميساج واش ممكن نسجل في المرحله الثالثه واخا ما عندناش مثلا واخا عندنا رميد ولا لا؟ هذه اشكاليه اخرى لان بزاف الناس كما قالوا اللي ما وصلهمش الكود ديالهم واش يقدروا يستافدوا ولا ما يستافدوش من السيت. فغدا ان شاء الله غادي نجيب واحد محلل هو اللي غادي يشرح لكم كل شيء. واخا ولا بغيت نتبع الحلقه ديالكم تشوف تي في نيت معاك شوف تي في في نفس الوقت في شوف تي في وفي برنامجكم حياه المغاربه بزمن كورونا وبنفس النوع. واخا مرحبا بك واخا شكرا مرحبا شكرا بك مرحبا بك شكرا. اذا مشاهدي قناه شوف تي في ف كانت هذه اتصالات ديالكم الهاتفية فيما يخص الدعم ديال الاستفادة من الرميد. فكيف ما قال لي واحد الأخ اتصل قال لك الناس أنا بالنسبة للناس اللي كيتصلوا دابا فهما اللي عندهم اللي كانوا صيفطوا شحال هادي وباقي ما جاوبوهمش باش نكونوا متفاهمين. اما اللي باقي كيصيفط لدابا فربما انه ما بقاش من حقه انه يصيفط لانه تسالى التسجيل. فنتمنى انه يكون خير ان شاء الله وتحل المساله بالنسبه للناس اللي ما وصلهمش الكود ديالهم. فكنتمنى من الله سبحانه وتعالى انهم يوصلهم الكود ويستافدوا من الدعم ويكونوا بخير. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا اختي. خويا شفت الاعلان ديالكم في فيسبوك دابا؟ اها انت مباشره على قناه شوف تي في. شفت ذاك الرقم اللي قالني ما كيقول لي لقد تم تسجيل طلب اخر بهذا الرقم حيت صيفطتي جوج خطرات واقيلا. الوليد ما عرفش وبقى كيصيفط يمكن. حيت ملي كتصيفطي جوج خطرات تيصيفط لك ذاك الميساج. فهمتي ملي كتصيفط المره الاولى وكيصيفط لك واحد الميساج تم تسجيل طلبكم بنجاح كتعاود لا ما صيفطوش ليا كاع هذا بمره تم تسجيل طلبكم بنجاح كيصيفط ليا غير داك اللي قلت لك. النمره ديالك نيت؟ بهاد النمره نيت اللي صيفطنا بها. ياك ما دخل الاب ديالك بشي نمره اخرى ولا شي حاجه؟ لا صيفط غير بهادي. ما صيفط لكم حتى شي جواب؟ لا والو نفس الميساج اللي كيعاود يصيفط ليا ديما كيقول لي تم تسجيل طلبكم برقم اخر. دونك اختي غير شويه ديال الصبر ربما انهم غادي يجاوكم في اقرب وقت. حتى الا ما جابوكمش فكاين طرق اخرى باش انكم تستافدوا من الدعم. فهاد الاسئله كاملين ديال الناس اللي عندهم مشكل فغادي نجاوب عليه ان شاء الله مع واحد محلل اقتصادي ان شاء الله غادي يكون معنا وغادي يجاوب على كاع التساؤلات ديالكم ان شاء الله باش نشوفوا هاد المشكل هذا منين كاين. واخا شكرا شكرا بزاف اختي الله يخطيك. شكرا اخويا معكم. مشاهدي قناة شوف تي في بغيت فقط أنني نقول لكم بأن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لمح اليوم في الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية كتكون في البرلمان أشار أنه لمح إلى إمكانية تمديد الحالة الطوارئ الصحية الى 4 أسابيع اخرى. هذا الشيء يعني انه ربما انه غادي ندوزوا هذا شهر رمضان المبارك اللي ما بقى له الا ايام قليله فقط غادي ندوزوه في غادي ندوزوه في الحجر الصحي. غادي نقرا لكم الخبر ديال قناه شوف تي في. لمح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى إمكانية تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى ما بعد 20 أبريل الجاري المقررة سلفا. وحسب تصريح ديال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة مساء اليوم الاثنين فإن حالة الطوارئ قد تمتد إلى 4 أسابيع أي إلى غاية ماي المقبل حتى شهر ماي الجاي إن شاء الله. وهو ما يعني منطقيا أنه من الممكن أن يشمل الحجر الصحي شهر رمضان لا يدخل علينا بالصحة والسلامة إن شاء الله. وأضاف العثماني خلال هذه الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة مساء اليوم بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت 350 إجراء لمواجهة التداعيات
الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار وباء، حيث قال نحن في وضع استثنائي ونحتاج لرد فعل استثنائي بدون حسابات صغيرة. العثماني كذلك قال أن الإجراءات التي اتخذتها بلادنا بتعليمات من الملك محمد السادس قال جنبت بلادنا الأسوأ، وهذا الشيء ما كيعنيش أنه ليس هناك مخاطر، مشددا بالقول نحتاج المزيد من الحذر والحالات التي تسجل حاليا بسيطة ولكن يجب الحذر. كيف ما كنقول دائما مشاهدي قناة شو تي في، فإذا بغينا نجتازوا هذه الأزمة، هذه الجائحة ديال فيروس كورونا، فالطريقة الوحيدة اللي خصنا هي أن نبقاو في المنازل ديالنا ونتبعوا التعليمات اللي قامت بها السلطات المغربية. باقي كنشوفوا للأسف الشديد باقي كنشوفوا بزاف ديال الناس كيخرجوا وكيستهتروا بهذا الفيروس الخطير اللي وصلنا لحد الان 126 حاله ديال الوفيات، ما كياخذوا بالاستهتار. كاينين دروبه بزاف، كاينين شوارع، كاين ازقه، كاين مجموعه من المدن باقين كيخرجوا الشوارع وكيديروا تجمعات، كاينين شباب الله يهديهم كيدخلوا المقاهي كيتخبوا تما. فللاسف شديد هذا الشيء واقع، وخصنا ضروري اننا نلتزموا بالتعليمات وبالحاله ديال الطوارئ الصحيه، واي واحد غادي يخرج ضروري خصنو يدير الكمامه ديالو. فالحمد لله كاين بزاف ديال المواطنين، فهو كيخسر من المال الخاص، كيمشي كيصيب الكمامات وكيفرقها مجانا على المواطنين. فهذه هي المبادره اللي بغينا الحمد لله انها تعمم وتولي ونكون يد وحده بين ما فاتت هذه الأزمة ديال فيروس كورونا اللي نهار على نهار كتزاد الإصابات، نهار على نهار كتزاد حالة الوفيات، ولكن الحمد لله كيف ما كاينه حالة ديال الشفاء فكاينين حالات ديال الوفيات للأسف الشديد. بزاف ديال العائلات فهم كيعانيو من هذا الشيء، فكنتمنى من جميع المواطنات والمواطنين المغاربه انهم يتضامنوا يكونوا يد وحده. شفنا بزاف ربما شفتوا بزاف ديال الريبورتاجات في قناه شوف تي في ديال الناس اللي تضامنوا بفلوسهم من مالهم الخاص اللي تبرعوا باش انهم يشريوا القفاف للناس ديال القرى والبوادي. فكنتمنى من المواطنات والمواطنين المغاربه انهم يلتزموا بالتعليمات ديال السلامه الصحيه وبما فات الازمه ديال جائحه فيروس كورونا. مشاهدي قناه شوف تي في غادي نكون وصلت للنهايه ديال هذه الحلقه، هذه غدا ان شاء الله غادي تكون حلقه جديده مع اسئله ديالكم فيما يخص قضيه الراميد. فكنتمنى انكم دائما تكونوا معنا في تواصل الصوت ديالكم يصل. شكرا لكم على حسن المتابعه، الى اللقاء، وكنشكر المخرج اسامه زيد الدين وصلاح السعيدي، شكرا بزاف. بفضل الله ومنه وكرمه سبحانه وبحمده، فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد.
ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، وفي زيادة والغارق شهيد. وعن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. رواه سيدنا الإمام البخاري. إذن ثبت لنا أيها الأحباب من خلال هذه الأحاديث الشريفة أن الميت في الطاعون شهيد، والطاعون ليس هو هذا الوباء ولكنه مثله، فلا فرق بينهما من باب القياس. إذن فنحتسبهم إن شاء الله تعالى شهداء عند الله بمنه وكرمه، ونستغل هذه الفرصة لنتوجه إلى الله فنقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم آنس في القبور وحشتهم، وأنر فيها ظلمتهم، وارحم فيها غربتهم. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومن مراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود. اللهم ارفع درجاتهم، اللهم ارفع درجاتهم، اللهم اجعل ما نزل بهم من هذا الوباء رفعة لمنازلهم في جناتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم من أهل الجنة يا ذا العطاء والمنة. اللهم اجعلهم من أهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم إنهم نزلوا عندك وأنت خير منزول عليه وأبر مسؤول ما لديه، نسألك يا رب أن تجعل جزاءهم رضا منك لا سخط بعده أبدا، وأن تبيحهم النظر إلى وجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، بحق لا إله إلا الله. كما نعزي أهليهم وذويهم سائلين الله تعالى أن ينزل على قلوبهم برد السكينة والرضا واليقين، وأن يصبرهم وأن يخلفهم خيرا، إنه هو البر الرحيم، إنه هو البر الرحيم، إنه هو البر الرحيم، إنه هو البر الرحيم. أما بالنسبة للمتوفى به فإذا أمكن تغسيله ولو بصب الماء فقط ولو من بعيد وجب ذلك، وإن لم يمكن ذلك فإنه يلف عليه كيس من البلاستيك مثلا ويجعل كفنه فوق ذلك، وإذا لم يمكن نزع ثيابه عنه يخلى في ثيابه. وأما الصلاة عليه فكالصلاة على الجنائز كلها، إذا أمكن أن يصلى عليه في المقبرة ولو قليل من الناس يصلون عليه مع مراعاة شروط الوقاية التي بيّنتها الجهات المختصة، ولو أن يكون هناك يعني أشخاص قليلون، فإن ذلك يؤدي فرض الكفاية ويجزئ. كذلك مثلا أن يصلى عليه في المستشفى من حضر من الأطباء أو من الممرضين، من حضر فهو يجزئ إن شاء الله تعالى. أيها الأحباب الكرام،
أحبابي من المواطنين والمواطنات، نحن نعيش في أيام ملحمة ومرحمة إن شاء الله. هذه الملحمة وهذا الجهاد المقدس الذي يقوده صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه وحماه وصانه، ويجب على الكل أن يكون جنديا خلف صاحب الجلالة كل من موقعه، وأن نمتثل للأوامر التي تصدر من الجهات المختصة، وأن ننفذها إن شاء الله بحذافيرها. وعلينا كذلك أيها الأحباب الكرام أن نقصد باب الله سبحانه وتعالى، فإنه الباب الذي لا يسد وقاصده لا يصد عنه ولا يرد، أن نلتجئ إلى الله بالتوبة النصوح القاطعة للصلة بالآثام، وبالتضرع إلى الله مخلصين متوجهين إليه وحده، وبكثرة الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، وبالصلاة على النبي الإمام المختار صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن انتظار الفرج عبادة، كما أبشركم إن شاء الله بأن الفتح والنصر قريب والفرج قريب. اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج، فسبحان من لا يطيل على عباده الكروب ويزيلها عنهم إذا توجهوا إليه بقلوب خالصة. فأكثروا من التوجه إلى الله آخذين بالأسباب الشرعية والأسباب التي دلتنا عليها الجهات الخبيرة في هذا المجال، وأبشروا بكل خير، وأكثروا من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإن الله يقول عقبها فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعليكم بكلمة أو جملة حسبي الله ونعم الوكيل، فليست هنالك كلمة أقوى من قول حسبنا الله ونعم الوكيل. إن الذي يقولها وهو يستحضر عظمة الله وسعة رحمته وإحاطة قدرته يمتلئ طمأنينة ويقول بملء قلبه ولسانه حسبي الله ونعم الوكيل. إنها الأمان من كل مخوف والنجاة من كل كرب والعدة لكل بلاء والأهبة لكل عطاء. يقول ربنا قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين رمي به في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فابذلوا ما عندكم من أسباب ثم الزموا الباب باب رب الأرباب كي يدخلكم إلى الرحاب التي من دخلها أمنه الله من الآلام ومن الأوجاع ومن العذاب ومن الأوصاب. وكونوا على يقين بأن الفرج قريب بإذن الله. فبلدنا بلد مباركة وفيها الأخيار وفيها العلماء وفيها المصلحون وفيها العلماء الذين يدعون إلى الله ويدعون إلى التوحيد ويدعون إلى معرفة مكارم الأخلاق، والذين يدعون إلى معرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يصلون عليه آناء الليل وأطراف النهار ويتلى فيها الكتاب آناء الليل وأطراف النهار، وفيها العباد أصحاب قيام الليل، وفيها الصائمون، وفيها المنفقون، وفيها الأخيار. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، سألك أن تحفظ إمامنا وولي أمرنا جلالة الملك محمد السادس
اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم اكلأه بعينك التي لا تنام، وأدخله في كنفك وسترك ورعايتك، وكل من مد إليه بسبب ونسب. اللهم ارفع هذا البلاء عن المسلمين في كل مكان. اللهم اجز عنا خير الجزاء، الذين في الصفوف الأولى كل من موقعه من أمن ومن قوات مساعدة ومن جيش ومن أطباء ومن ممرضين ومن عمال النظافة وكل هذه المنظومة. فسألك يا مولانا أن تحفظ الجميع وتستر الجميع، وتخرجنا بإذن الله سالمين غانمين قريبا برحمتك.